جزر مانيبولاس المعروفة اليوم باسم الفلبين وصل إليها الإسلام في القرن الثالث عشر على يد التجار والدعاة المسلمين من الخليج العربي وجنوب الهند وأتباعهم في ولايات أرخبيل الملايو، فترك معظم سكان الجزر الوثنية السائدة وتحولوا إلى الإسلام. لتنشأ لاحقاً دولة إسلامية سلطنة سولو، أسسها الشريف الهاشم سيد أبو بكر، كان سلطاناً من أصول عربية، ولد بمكة وهاجر إلى سولو حيث تزوج إحدى بنات العائلات الحاكمة. تواصل انتشار الإسلام في ربوع جزر مانيبولاس، وأقام مسلم المورو إحدى أكبر ممالكهم بمدينة أمان الله التي أصبحت عاصمة الفلبين الحالية. بقي الحال هكذا إلى حين وصول الأسطول الإسباني بقيادة فرديناند ماجلان في القرن السادس عشر. طالب ماجلان بإلحاق الجزر بالتاج الإسباني، فقتل في معركة مكتان على يد قبيلة السلطان المسلم لابو لابو. تتابعت إثر ذلك الحملات الإسبانية، وكانت أشبه بالحملات الصليبية، هدفها تنصير سكان الفلبين، وكان الموت مصيرا حتميا لكل من أبى. في غضون ذلك هدم الإسبان المساجد ومنعوا إعادة بنائها، ودمروا العاصمة أمان الله وأحرقوها بالكامل، ثم أعيد بناؤها دون أي معلم إسلامي، وحرف اسمها ليصبح مانيلا. حرب التنصير في الفلبين استمرت 3 قرون، ثم ترك الإسبان إتمام المهمة للأمريكيين بعدما باعوهم البلاد عام 1900 مقابل 200 مليون دولار، بما فيها المناطق الإسلامية. خلال نصف قرن من الاستعمار وحروب الاضطهاد، حولت أمريكا المسلمين إلى أقليات في الجنوب، وتركت مصيرهم لإدارة الفلبين المسيحية في 1946، بعد أن صارت الأغلبية الساحقة فيها لمعتنقي الكاثوليكية. رغم ذلك، لم تنتهي مآسي المسلمين في الفلبين. قمعتهم الحكومات المحلية المتعاقبة التي ورثت إدارة الاستعمار لطمس الهوية الإسلامية. وخلال 40 عاما من الاشتباكات بين الحكومة والمسلمين، قتل أكثر من 120 ألف شخص، وتشرد أكثر من 2 مليون لاجئ في دول أخرى.